على ترك الصلاة؟ كم من أناس اليوم يتركون الصلاة وهم في البحار، رايحين على المسبح بيتركوا الصلاة، رايحين على الشط بيتركوا الصلاة، رايحين على السينما بيتركوا الصلاة، رايحين على الجبل بيتركوا الصلاة. أعوذ بالله العظيم، لك أي كزدورة وأي شمة هوى وأي طلعة جبل وأي روحة بحر ونهر، كل الدنيا لو تحطمت على رأسك لا تستحق هذه الدنيا أن تضيع صلاة واحدة من أجلها. الذي يترك صلاة واحدة مفروضة يضيعها، هذا من أن لو أنه خسر كل ما له وكل من يحب في هذه الدنيا فخسرهم في ساعة واحدة، كل ذلك أهون من أن يضيع صلاة واحدة مفروضة. الذي يضيع الصلاة، الرسول شبهه بمن؟ بالإنسان الذي فقد أهله وماله. بل تضيع الصلاة أخطر من ذلك، تعرف ليش؟ لو ضيعت أهلك ومالك بساعة فصبرت لك أجر، أما بتضييعك للصلاة أنت فاسق، بتضييعك للصلاة أنت ظالم لنفسك، مرتكب للكبيرة، قريب من الكفر، يخشى عليك من سوء الخاتمة. العلماء قالوا الذي يترك صلاة مفروضة واحدة يضيعها، تنزل عليه لعائن الله، غضب الله حل عليه، سخط الله حل عليه. كيف اللي بيترك يوم ما بيصلي؟ يوم ليش ما صليت؟ قال كان عندنا لعب. لعب؟ لعب بك الشيطان حتى شبع. أي لعب؟ ليه ما صليت؟ قال كان عندنا فحوصات بالمستشفى أو بالمختبر بيترك الصلاة. ليه ما صليتي؟ كان عندهم طليبة، كان عندهم كتب كتاب، كان عنده عرس، الشيطان يضحك عليهم. ليش ما صليتي؟ عم تتبضع وتتسوق. ليش ما صليت؟ قال كنت مسافر من بلد لبلد، قلت بأخرهم كلهم وبصليهم بالليل بالأوتيل أو بالبيت، ترك الظهر والعصر والمغرب إلى أن دخل العشاء. أنت بالسفر فيك تجمع وتقصر، فيك تصلي جمع تقديم أو جمع تأخير، والصلاة الرباعية فيك تقصرها، الظهر والعصر والعشاء فيك تصليها ركعتين بالسفر، لك رخصة، لك عذر أن تجمع وتقصر. ترك الظهر والمغرب والعشاء، ترك الظهر والعصر والمغرب إلى العشاء، قال أصليها في الفندق أو في البيت، صار ملعونا بسبب هذه السفرة. تعرفوا شو بيقول العلماء؟ قاصد الحج، المسافر للحج، للحج، قالوا إن ضيع صلاة مفروضة في هذا السفر، اسمعوا ماذا قالوا فيه: كمن هدم مصرا وبنى قصرا. إذا واحد دمر بلد بأكملها من أولها لآخرها ليعمر قصر، ضرره أعظم أم نفعه أعظم؟ ضرره أعظم. قالوا الذي يضيع صلاة في سفر الحج هذا مثاله. اليوم معكم خبر في ناس بسفر الحج بيتركوا الصلاة، يتركون الصلاة. الرأي على الحج، رأي على العمرة. في السفر، سفر الحج أو العمرة، يترك الصلاة في المطارات، في الطيارات، في الانتقال من مكان إلى مكان، يتركون الصلاة، يكون فاسقا ولا يكون حجه مبرورا. هو في الإحرام عم بتضيع الصلاة، لا يكون حجه مبرورا.